تزامناً مع احتفال مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية اللي يأتي تحت شعار المرأة في المجال المالي والمصرفي، تقوم وزارة التربية والتعليم بتنظيم مجموعة من الفعاليات احتفالاً بهذه المناسبة. الوقوف على تفاصيل برنامج احتفالات الوزارة، تنضم لنا في الاستديو الأستاذة كفاية العنزور، رئيسة لجنة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في وزارة التربية والتعليم. صباح الخير يا هلا مرحبا فيك، نورتنا استاذ اليوم في الاستديو. يا هلا مرحبا فيك. طبعا في البدايه نبي نتكلم او نبي تعرفين اكثر على برنامج وزاره التربيه والتعليم تزامنا مع احتفال مملكه البحرين بيوم المراه البحرينيه، فكلمينا عن البرنامج اللي راح تتضمنه. في وزاره التربيه والتعليم السنه هذه وضعنا برنامج يتضمن العديد من الفعاليات كما جرت عليه العاده كل عام. احنا نحتفل بهذا اليوم اللي هو الان اصبح يوم وطني وليس مجرد يوم المرأة البحرينية. هذا العام وضعنا عدد من الفعاليات، منها محاضرات توعوية حول المرأة في المجال المالي والمصرفي، نجاحات المرأة في المجال المالي والمصرفي، وقصص سردتها يمكن عدد من النساء من المجلس الأعلى للمرأة ومن جمعية البحرين المصرفيين والBIBF معهد البحرين المالي والمصرفي للدراسات المالية والمصرفية. حلو. أستاذة كفاية، طبعاً بنعرف المدة الزمنية اللي يمكن اللي برنامج وزارة التربية والتعليم احتفالاً بيوم المرأة العالمية، يعني متى راح تبتدي هذه الفعاليات ومتى راح تنتهي إن شاء الله؟ أوريدي بدأت الفعاليات خلال شهر نوفمبر. مثل ما ذكرت أن نظمنا عدد من المحاضرات اللي شاركت فيها الجهات اللي ذكرتها، وكانت محاضرات موجهة إلى طالبات المدارس، كانت خلال الشهر الماضي. أيضا دعينا المدارس للاحتفال بهذا اليوم، ونظمنا مسابقة للطالبات حول إعداد فيلم حول المرأة في المجال المالي والمصرفي. وسيكون هناك فعالية كبيرة إن شاء الله بتاريخ 1 ديسمبر اللي هو يوم المرأة البحرينية، بكرة إن شاء الله. وإن شاء الله تستمر الاحتفالات فيه خلال العام إن شاء الله. طبعا ذكرتي من شوي ان عندكم الكثير او مجموعه كبيره من النشاطات المتنوعه والفعاليات بمناسبه هذا اليوم، فكلمينا شلون كانت استعداداتكم لهذه الفعاليات. لدينا في وزاره التربيه والتعليم لجنه تسمى لجنه الاحتفال بيوم المراه البحرينيه، طبعا شكلها سعاده وزير التربيه والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي. وهذه اللجنه تستعد قبل اشهر طويله، يعني يمكن من في الصيف من أغسطس لما بدأنا الاستعدادات لتنظيم هذه الفعاليات، وتجري من خلال هذه اللجنة بالتنظيم والتنسيق مع الجهات داخل الوزارة وجهات الأخرى أيضا خارج الوزارة. أستاذة كفاية، مدام ذكرتي يعني عن الجهات، أكيد في جهات معنية كانت متواصلة معاكم مع الوزارة تحديدا على أساس أن أنتم تكملون هذه الاحتفالات وتطلع بصورة جميلة إن شاء الله مشرفة بإذن الله هذه السنة. كلمينا عن هذه الجهات اللي كانت داعمة معاكم وكانت يعني في شراكة بينكم وبين وزارة التربية والتعليم. في ما يتعلق بالمرأة، طبعا الجهة على رأس هذه الجهات المجلس الأعلى للمرأة. والمجلس الأعلى للمرأة هو الذي أطلق هذا اليوم يوم المرأة في العام 2008، طبعا سمو الأميرة سبيتشة بنت إبراهيم قرينة جلالة الملك حمد أطلقت هذا اليوم في 2008. هم أول الناس، أول الجهات اللي تتابع معنا على طول وتدعمنا وتساندنا، وكانوا مشاركين معنا في الفعاليات. أيضا العام جمعية البحرين المصرفيين وBIBF معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية كانوا مشاركين معنا وكانوا متحمسين جدا للمشاركة لما دعيناهم للمشاركة. كان عندهم عدد من الأشخاص اللي حبوا أن يشاركون، وخصوصا إحنا يعني حابين أن نكون سيدات يشاركون في هذا اليوم ويروون قصص نجاحاتهم للطالبات في هذا المجال. فهذه كانت أبرز الجهات، ولكن أيضا داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها دائما لما ندعي الناس للمشاركة يكونوا دائما مرحبين و مشجعين هذا العمل. جميل. طبعا لو بنرجع نتكلم عن الفعاليات والأنشطة اللي تقيمونها، ذكرت من شوي أن هناك ندوة بعنوان نجاحات المرأة في القطاع المصرفي، نبي نعرف شنو الهدف منها، ونبي نعرف أيضا شنو هي أهم المحاور اللي تم تناولها في هذه الندوة.
كان في عدد من الندوات حول نجاحات المرأة في المجال المالي والمصرفي. طبعا الهدف منها اولا تسليط الضوء على نجاحات المرأة في مجال المالي والمصرفي. يمكن يظن بعض الناس ان يمكن الرجال هم الاكثر فاعلين في هذا المجال، ولكن حابين نوضح للطالبات ان المرأة ايضا ناجحة في هذا المجال، ولذلك استعنا بعدد من السيدات المتميزات في مجال عملهم المالي والمصرفي، فكان لتسليط الضوء على هذا المجال. ايضا توعية الطالبات بالمجال، مو بس بنجاحات المرأة بس أيضا بالمجال المالي والمصرفي لتحفيزهم على الانخراط والمشاركة في هذا المجال. نعم أستاذة كفاية، خلينا نتكلم عن الندوة وتحديدا هذه الندوة، يعني أي فئة تستهدف من المجتمع؟ الندوة هذه احنا استهدفنا فيها الطالبات المرحلة الثانوية. الثانوية نعم بالتحديد، يعني لأنهم أولا يعني في مرحلة وعي ونضج أكثر. نعم. وبعدين لأنهم على وجه تخرج، فكان لدفعهم أو الفتح الأفق لهم لرؤية تخصصات أخرى يمكن ما كانوا يفكرون فيها أو ما كانوا يشوفونها أو ما كانوا يستهدفونها. حلو، يعني بنواصل حديثنا عن نفس الندوة، نبي نعرف شلون كان تفاعل الطلبة يعني وياكم الطالبات اللي كنتوا حابين أن أنتوا تسلطون فيه من خلال هذه الندوة على الإنجازات اللي صارت في هذا القطاع وتحفيزهم أكثر على الانخراط في هذا المجال، فكلمينا شلون كان تفاعلهم بخصوص المحاور اللي كنتوا تطرحونها؟ تفاعلهم كان أكثر من المتوقع، بالعكس يعني إحنا توقعنا إنهم يتفاعلون بس تفاعلوا بشكل جدا ممتاز، وكانوا يعني باين اللي كانوا حابين اللي شافوه اللي سمعوا، بفضل السيدات اللي كانوا المحاضرات شجعوهم حفزوهم حببوهم في الاستماع، لذلك كان تفاعلهم ممتاز جدا. كان في استجابة منهم، استجابوا وطرحوا العديد من الأسئلة والمداخلات، حتى في طالبة في واحدة من الحاضرات كتبت قصيدة بشكل ارتجالي وقامت ألقتها عن المرأة في المجال المالي والمصرفي، وكان جدا حلو وجميلة أكثر وأحسن من المتوقع. يعني الندوة حفزت يمكن حتى الطالبات، إن شاء الله تكون حفزت، يعني إذا عدنا كذا 100 طالبة حضروا، إذا منهم 50 يعني منهم جزء يروحون الى المجال المالي والمصرفي يكون احنا حققنا الهدف. طبعا احنا قاعد نشوف ايضا لقطات يمكن من الندوة اللي كانت مقامه من قبل. طبعا نفس ما ذكرتي بكره بتكون الاحتفاليه، وابتداء هذه الاحتفاليه ان شاء الله بتكون في صاله الوزاره ان شاء الله بحضور سعاده الوزير اكيد الدكتور ماجد النعيمي. كلمينا عن برنامج الاحتفال، شلون بتبتدون بكره الاحتفال ان شاء الله؟ احنا مثل ما قلت في البدايه ان نظمنا مسابقه للطالبات لاعداد فيلم حول المرأة، نجاحات المرأة في المجال المالي والمصرفي لطالبات المدارس، تم تعميمها على جميع المدارس. لدينا مشاركات تم فرزها، تم اختيار الثلاثة الأفلام الأفضل. تبدأ الفعالية غدا بعرض الأفلام الفائزة، ثم سيتم تكريم سيدات عاملات في وزارة التربية والتعليم في المجال المالي والمصرفي، في المجال التعليم التجاري، التلمذة المهنية والمالية. سيتم تكريمهم من قبل سعادة الوزير. أيضا سيتم تكريم الطالبات الفائزات في إعداد الفيلم الأفلام، ثلاثة الأفلام اللي تم اختيارها في المسابقة، كما سيتم أيضا تكريم السيدات اللي شاركوا معنا في هذه المحاضرات. ثم سيكون هناك فقرة فنية إن شاء الله عن المرأة في المجال المالي والمصرفي. نعم، بالنسبة حق الأفلام يمكن اللي ذكرتيها أستاذة، هل الأفلام هي كلها بجهود الطلبة يعني من بداية التصوير، أو كلها بجهود الطلبة، ولا يمكن بساعدتهم بجهات معينة ما يمكن تلجأ لهم أساس تمنتج لهم أو تصور لهم؟ قد يكون أكيد إن في جهات داخل المدرسة ساعدتهم، مو إحنا يعني إحنا جهة تقييم ومن جهة تنفيذ، فأكيد في جهات مثل معلماتهم داخل المدرسة. نعم. ساعدوهم، لدي يعني مشاركة متميزة من طالبات معهد الأمل. حلو. وهذا شيء يعني مفرح جدا ان هذه الفئة ايضا نقدر احنا نضمها وانها تحظى بنفس الفرص، فرص التعليم وفرص المشاركة مثل الطالبة والطالبات في جميع المراحل الاخرى. يعني استاذة كفاية في النهاية، هل في كلمة اخيرة حابة ان انت تقولينها اليوم او حتى تهنئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية؟ أكيد هنا المرأة البحرينية بيومها اللي ما عاد يوم، مثل ما قلت في بداية لقائنا، ما عاد يوم مقتصر على بعض الفعاليات، ما عاد يوم صار يوم وطني
الكل يحتفل فيه والكل يشيد فيه. المرأة البحرينية دائما كانت وما زالت وستكون دائما متقدمة ومتميزة، فلذلك أحييها وهنيها على هذا اليوم وأشكركم على هذا اللقاء السنوي. دائما أكون معكم في هذا اللقاء. شكرا لكم. طبعا كانت معنا الأستاذة كفاية العنزور رئيسة لجنة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في وزارة التربية والتعليم. أرجع أشكرك مرة ثانية، يعطيكم ألف عافية على جهودكم، وإن شاء الله يكون بكرة يوم مميز بإذن الله. إن شاء الله. يعطيك العافية.